لا تجد راحتك إلا في ربنا. بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. طب ليه ما تلجأش لربنا وهو يريحك؟ راحتك أيضا في ناحية تانية، وهي راحة الإنسان في المشاكل. يعني كل إنسان بيبحث عن راحته وسط المشكلة. رأيي بالنسبة للمشاكل إنك توضع ربنا بينك وبين المشكلة، وتفكر في مش تفكر في المشكلة، تفكر في ربنا اللي هيحل المشكلة. لا تفكر في المشكلة، إنما تفكر في ربنا اللي يحل المشكلة. أنا فاكر في مرة من المرات اضطررنا إن احنا نوعظ في الخلاء في حوش الإكليركية، يمكن تفتكروها سنة في أواخر سنة 67. وبعدين البعض قال لي طب وفي الشتاء نعمل إيه وإحنا في الحوش؟ قلت له إله الشتاء هو اللي ياخد باله مننا. إحنا ما نفكرش في الشتاء، نفكر في إيه؟ في إله الشتاء اللي يقدر ياخد باله مننا. الإنسان يستطيع أن يستريح في الله في حياة التسليم الكامل. اللي عايش بمخه ساعات مخه بيتعبه، اللي بيعيش في حياة التسليم لله بيعيش في راحة. يقول لك ربنا موجود، ربنا هيحلها، ربنا هيتدخل، ربنا هيدبر. نسيب الموضوع ده لربنا، كلها ألفاظ بتريحه. لكن يقعد يقول هنعمل ايه ونسوي ايه ونفكر ازاي ودي 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 ودي، دي مسائل تتعب المخ وتتعب الأعصاب. لذلك بيقول القي على الرب همك وهو يعولك، ملقين همكم عليه وهو يعتني بكم. لا تجد راحتك إلا في ربنا. بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. طب ليه ما تلجأش لربنا وهو يريحك؟ تجد راحتك في الصلاة، تجد راحتك في آية معزية، تجد راحتك في وعود الله. ده النوع اللي بيجد راحته فيه. أيضا الإنسان يجد راحته إذا ترك الخطية ولجأ لله. في كتاب الاعترافات للقديس أغسطينوس قال كلمة لطيفة، بيقول لربنا إيه؟ ستظل قلوبنا قلقة إلى أن تجد راحتها فيك. شوفوا نقول عبارة تاني، ستظل قلوبنا قلقة إلى أن تجد راحتها فيك. طول ما الإنسان بعيد عن ربنا يبقى تعبان. الراحة الحقيقية تجدها في ربنا.